يا عبد الله. يعني انت تسحب امورك يعني واحنا تعكس علينا، هذا ما بصير. احنا بنطلب من الدول العربيه ومن الدول الاجنبيه، كل واحد محب للسلام يجي يتفرج على المصايب اللي بتحكي عليها الصيادين. احنا في عندنا الكاز مش قادرين نجيبه، قطع غيار مكنه بتخرب بنرميها. يعني وبعدين لمتى؟ مرحله بمرحله. الرحول ما بنرحلش. عندنا ولد صورت هذيك يا جون. ايش اسمه؟ ايش احسن؟ والله هذا منقر مجنون إسرائيل، مجنون إسرائيل. من القدس اول اشي بعدين بنتكلم.